ندخل في ما يحدث الآن ونبتدي من تلك الحادثة اللي بعتقد أنها كانت يعني محركة لما تلاها من أحداث. كان ليها أثر سياسي اجتماعي اقتصادي عميق وما زال حتى الآن، وهو مسألة تفجير المرفأ. كيف تابعت هذه المسألة؟ عرفت الحكاية ازاي؟ شفتها بأي عين؟ ايه المعلومات اللي جالك عنها؟ طبعا ما راح ادخل بالشق الروائي، مع انه انا يعني حلو الشق الروائي البسيط يعني بالامور، وان كنت ساعات اللي سمعت الانفجار ما عرفت شو عم بصير بالضبط، تكنا سألنا الى اخره، ما راح ادخل بهالشيء. من جهة اخرى وحتى اشعار اخر، أنا بعتقد يعني بفضل استعمل تعبير مش تفجير مرفأ بيروت، انفجار مرفأ بيروت. حتى أشعار آخر أنا نظرتي الشخصية بعد للأسف لحديث هلا ما تركوا القرار الظني إنه يطلع، مع إنه القرار الظني كان مفترض هالشهر يطلع يخرج القرار الظني، القرار الظني يعني القرار الاتهامي. الاتهامي وحسب ما عرفت إنه وحسب ما بين انعرف بكل وسائل الإعلام بلبنان، قرار الاتهامي لحد هلا كناية عن 500 صفحة. الذي يضيء أو سيضيء على جوانب عديدة إذا مش كل جوانب قضية انفجار مرفأ بيروت. حسب الانطباع يلي ساد عندي هو أنه في كمية من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في مرفأ بيروت بالوقت يلي هذا ضد القانون وضد قوانين المرفأ، ولا يجب أن يكون هناك نيترات أمونيوم مخزنة في مرفأ بيروت. أوكي، ظلت مخزنة على مدى 6 سنوات وكمية مش قليلة، بلشت بكونها 2500 طن، بالاخر عم بيقولوا انفجر 700 منهم او 1000 او 1200، هون المعطيات مش واضحه، انفجروا وادوا الى الكارثه التي حلت ببيروت. هي بما يتعلق بتصوري انا الشخصي اللي ما له علاقه بالتحقيق، اللي صراحه ما بعرف شو رح يطلع بالتحقيق حتى اشعار اخر. هلا رح هون اسرد لك الاحداث شو صار بالضبط. انا من اول ما طلع الانفجار لحديت ما بلشت عرقله التحقيق، ولا لحظه من اللحظات ولا لحظه انتابني شعور على انه حزب الله مسؤول عن هالانفجار او له علاقه بهالانفجار. لانه فكرت انه حزب الله اذا قصد نيترات دمونيوم ما عنده اضرب من نيترات دمونيوم، عنده مواد مدمره اكثر بكثير. بكل صراحه انا شخصيا ما رودني شعور باي لحظه من اللحظات، بالرغم من كل النظريات التي اجتاحت السوق اللبناني وقتها، انا ما رودني انه حزب الله شو ممكن يكون له دخل بهالعملية. إلى أن تبين تباعا، مش تبين يعني بالتحقيقات، صار يظهر تباعا للملأ على أنه حزب الله عم بيتدخل بالتحقيقات، وكان عنده هم أساسي هو إيقاف هالتحقيقات. أنا صراحة من وقتها بلش شك أنه حزب الله عنده شيء ما، عنده مسؤولية ما، إذا مش كل المسؤولية مسؤولية ما في انفجار المرفأ، وإلا ما الذي أجبر حزب الله على التدخل بهذا الشكل الواضح والفاضح في تحقيقات مرفأ بيروت؟ مرفأ انفجار مرفأ بيروت أستاذ جمال عم نحكي 220 قتيل، بيناتهم عدد من القتلى المصاروا العمال المصريين، وكان في فرنسيين وكان في هولنديين، وطبعا في كتير لبنانيين، وطبعا في كتير عرب آخرين، وفي ناس من جنسيات أخرى إن كان جنسية هندية ولا بنغلاديشية ولا غيره ولا اغتياره. عم نحكي هذا انفجار مرفأ بيروت. انفجار مرفأ بيروت 6000 ل 8000 مصاب.